عشر قواعد، إذا طبقت هذه القواعد ستكون دبابة بشرية تسير على الأرض، لكن احذر عليك أن تستخدمها في الخير. اللهم بلغت. 1. استدرج فرائسك بالتظاهر بأنك أقل منهم ذكاء. لا أحد يحب أن يظهر غبيا، لكن الذهاء هو أن تشعر من تستدرجه أنه أكثر منك ذكاء، فبمجرد أن يقتنع بذلك لن يشك أبدا فيما تدبره له في الخفاء. لن ينفعك إظهار ذكائك، لذلك عليك أن تقلل من إظهاره. وحتى لو اكتشف الناس أنك أذكى لاحقا فسيعجبون بك أكثر، لأنك تخفي نبوغك بدلا من التفاخر به. القانون الثاني: اخفي نواياك. استعن على تحقيق أهدافك بإخفاء مقاصدك. احرص على إخفاء ما تريد أن تحققه في حياتك، فالكتمان سيربك كل من حولك سواء أكانوا أصدقاء أو أعداء، وسيدخلهم في حالة حيرة، ولن يستطيع أي أحد التنبؤ بما تريد أن تفعله، وهذا ما سيحميك من مخاطر الوقوع بالمكائد. قم بتضليل الناس بعيدا عن مقاصدك الحقيقية حتى يتشتت تفكيرهم، لكن دون أن تشعرهم بأنك مخادع. القانون الثالث: اقتصد دائما في كلامك. قال ليوناردو دافنشي ذات يوم: عند اكتمال القمر يفتح المحار صدفته، وعندها يسرع حيوان السرطان ويضع حجرا ليمنعها من الانغلاق ثانية، ويصبح المحار وجبة له. ذلك هو مصير كل من يفتح فمه أكثر من اللازم ويضع نفسه تحت رحمة المستمع. كثرة الكلام والسرد والشرح يجعلك تقع في فخ الأخطاء، فتفقد هيبتك ومصداقيتك أمام الناس، فأصحاب القوة يوجزون في كلامهم. القانون الرابع: يتوقف الكثير على سمعتك، فحافظ عليها بحياتك. السمعة الطيبة كنز حقيقي لا يقدر بثمن، فمن اتصف بها امتلك القوة والحق. أما السمعة السيئة تجلب لصاحبها البلاء، حيث تحاط به الشبهات والاتهامات دائما، ومن المستحيل أن يثبت براءته مهما سعى لذلك. القانون الرابع: استفيد من جهود الآخرين، لكن احتفظ لنفسك بالتقدير. استخدم حكمة الآخرين لتحقيق أهدافك، فهذا لن يبقي جهدك ووقتك فقط، لكن سيمنحك هالة إعجازية من السرعة والكفاءة، وستبقى بمفردك في الذاكرة. لكن في بعض الأوقات لا تكون الحكمة في أن تنال التقدير من الآخرين، بل يجب أن تكون رسخت التقدير بداخلهم لكي لا يظهر أنك تزاحم الآخرين دائرة الضوء. القانون الخامس: أرهب الآخرين بالمفاجأة واكسر التوقع، فإن الناس يحبون أن يألفوا أفعال من حولهم، لأن ذلك يجعلهم يشعرون بالسيطرة والتحكم. فاجأهم بتصرفات مباغتة وغير مفهومة، لأن ذلك يبث في أنفسهم الخوف والرهبة، وأحيانا أخرى يكون مراعاتك للتوقعات أمر مهم لصالحك، مما يدفع الناس للتغافل عنك، وهذا يمنحك ساتر دخان لتقوم في حالات استثنائية بمخالفة المعتاد لتوتر خصمك. القانون السادس: تصرف كملك تعامل كملك. المكانة التي تضعها لنفسك هي التي يعاملك الناس بها. ارتقي في تصرفاتك وسير الناس أنك ولدت لتكون ملك. لا تنحني لضغوط الواقع وتتوسل لتطلب أبسط حقوقك. في علاج هذا أن ندرب أنفسنا ونجبرها على العكس، فالغرض من إظهار ثقتك واعتزازك الملكي بنفسك هو أن تتميز عن الآخرين.